طبعا البداية مع الاستحقاق الدستوري الهام والأهم بالتأكيد الانتخابات الرئاسية المرتقبة، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمس بمؤتمر حكاية وطن اللي اختتم فعالياته بالعاصمة الإدارية الجديدة أمس عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصري. قال السيد الرئيس في حديثه للمصريين: لقد واجهت معكم وبكل التضحيات والأزمات والتحديات، ونحن بصدد استحقاق انتخابي، فإني كما تعاهدت معكم منذ سنوات عشر مضت لا أبادر إلا باستدعاء المصريين الذين أدعوهم بدعوة صادقة أن يجعلوا هذه الانتخابات بداية حقيقية لحياة سياسية مفعمة بالحيوية تشهد تعددية وتنوع واختلاف دون تجاوز أو تجريح. الحقيقة يمكن كلنا شاهدنا مع حضراتكم وتابعنا مع حضراتكم العديد من الميادين اللي شهدت شوارع مصر وميادين محافظات مصر كلها كان فيها احتفالات ضخمة جدا عقب إعلان السيد الرئيس ترشحه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واللي هتنطلق إن شاء الله في ديسمبر القادم. المواطنين وأعضاء الأحزاب والنقابات وقوى المجتمع المختلفة كانوا في كافة الميادين والشوارع ورفعوا صور لتأييد السيد الرئيس وأعلام لمصر، كمان رددوا الأغاني الوطنية وهتافات لدعم القيادة السياسية ودعم الجمهورية الجديدة اللي أرسى قواعدها السيد الرئيس. تفاعل المواطنين كمان بالهتافات خلال إلقاء السيد الرئيس لكلمته لخطاب الترشح لفترة رئاسية جديدة، وأعرب المواطنين عن ثقتهم في قدرة السيد الرئيس على تجاوز كافة التحديات والمضي قدما نحو استكمال مسيرة البناء والتنمية وتوفير حياة كريمة لكل الشعب المصري، مؤكدين أن السيد الرئيس نجح في إعادة مصر لدورها الريادي إقليميا ودوليا. ويمكن هنتكلم بشكل كبير وبشكل تفصيلي أكتر في هذا الموضوع النهاردة بإذن الله. أتقدم لكم معلنا اعتزامي الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية. لابد من إعادة بناء جهاز الدولة عشان هذا الجهاز يستعيد قدرته، يسترد تماسكه. كمان عجلة الإنتاج يجب أن تعود إلى الدوران في كافة قطاعات الدولة بكل قوة لإنقاذ الوطن من مخاطر حقيقية يمر بها. سأظل أحارب كل يوم من أجل مصر الخالية من الخوف، من أجل مصر الخالية من الفزع والإرهاب. أقول لكم بالصراحة والشفافية التي تعودنا عليها راجين أن تسمحوا لي وتتقبلوا ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية. لا أملك إلا العمل ليلا ونهارا وقادر على مجابهة كل تحدي ما دمتم مصطفين بجانبي. إن البطل الحقيقي لمعركة الحفاظ على الدولة المصرية والدفاع عنها وعن مقدراتها وإعادة بنائها وتنميتها إنما هم المصريون. أخذت العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة. أعدكم بإذن الله بأن تكون امتداداً لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها، وأدعو كل المصريين إلى المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح، والله يولي من يصلح.
تلك دعوتي الصادقة، وهذه إرادة المصريين التي أحترمها وأعمل بها ولها. أنا عايز أقول لكم إن أنا عمري ما وعدت وعود ولا قلت كلمة ما أقدرش أعملها. أنا كل اللي حاضر أقوله لكم إن أنا هفضل أشتغل أشتغل أشتغل، وربنا اللي يوفق.